السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب كليات الزراعة على مستوى جمهورية مصر العربية بحالها، النهاردة إحنا بنشوف تجهيز الأرض لزراعة محصول البصل، وهو محصول شتوي زي ما أنتوا عارفين. إحنا النهاردة معانا الحاج، اتفضل يا فندم. سعيد عبد المحسن البرادعي. الحاج سعيد إيه؟ عبد المحسن البرادعي. الحاج سعيد عبد المحسن البرادعي، أنت عائلة البرادعي من أكبر العائلات هنا في بيار. حضرتك من بيار؟ بيار وكفر الزيات طبعا. احسن ناس. طب يا حاج سعيد، هتقول لنا ايه المراحل اللي انت عملتها هنا؟ بقى المحصول السابق الرز، باين العقب بتاع الرز موجود في الارض اهوت، ده هي الكعب بتاع الرز لو الجدر يعني موجود هنا في الارض اهو. فمكان الرز بقى بنحرد كام حرته؟ احنا بنحرد الارض مره واثنين وثلاثه واربعه حسب ما نخدم الارض خدمه زي ما انت الارض ماسكه جامد، فبنفك اكتر بناخد حرتتين وثلاثه واربعه حسب ما الارض نخدمها. حردت هنا كام مره؟ اربع مرات يعني، خد حرته والثانيه عموديه عليها والثالثه عموديه على الثانيه وبعدين الرابعه عموديه على الثالثه عشان يفكك الارض. بعد كده عملنا عمليه، بعد كده بقى بنصلح بالقصبية. يعني بتسيبها كام يوم بعد الحرد؟ يعني ممكن 15-20 يوم. 15-20 يوم. كل ما تجهز الارض بدري بقى افضل طبعا، عشان تشبه تتشمس والقلايل تنشف لما تيجي بقى تعمل عمليه اللي عمليه ايه بقى؟ التسحيق. لا احنا كده زحفنا خلاص. لا انا بعد الحرد بنزح صح، اللي هي زي هناك كده برضه هصورها لكم ان شاء الله، الجرار الثاني ده. تمام. بعد التسحيق بنخطط زي ما انتم شايفين كده. بعرض كام؟ على 8 يعني 8 خطوط في الاصبتين. تمام 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 تمام. بعد التخطيط بنجيب بقى الفجاج ده اهوت اللي انتم شايفينه ده عشان نعمل التركيب في وسط الارض في وسط الارض. التركيب اللي هو اللي هناك، في ناس بتقول على تركيب وفي ناس بتقول على الفحل، اللي هي الانيه الكبيره اللي هي هناك في الاول خالص، يوزع الارض، يوزع الارض كلها. بعد كده بناخد عموده عليها قنوات عموديه على الايه، على التركيب اللي هناك اللي في الاول ده. تمام. طب التركيب ده بيجيب منين؟ من الترعه اللي هي على راس الارض هناك، هناك مسقه او ترعه على راس الارض في الاول عند العمود اللي هناك ده كده. فبناخد من عند العمود ده كده من على حافه الارض في نص الارض، بناخد تركيب في نص الارض هنا كده، وبيوزع الماء بيوزع بقى الارض. بناخد من التركيب ده التركيب الفرعيه زي ده كده اللي هي هي القنوات الفرعيه اللي هي دي. تمام. دي الانايه هي طبعا، وبعد كده بترفعها بالفاس. بنجيب بقى انفار ترفع، انفار ترفع بالفاس عشان تسلكها كده وتوسعها وتبقى دي الفرعيه جايبه من الرئيسيه اللي هناك اللي هي اللي ايه. تمام كده. لسه القرار ماشي عليها، هيعملها ولسه القرار ماشي عليها. اللي هي انهي بقى؟ اللي هو الرئيسي، الرئيسي التركيب يعني اللي هو هناك. مش هناك في الاول خالص ده؟ لا مش في الاول ده، هناك ده الحد اللي ما بيننا وما بين الجار ده، الحد ده التركيب اللي الجار ماشي عليها. لسه هيروح يجيبها، لسه هيعملها بس بعد ما يخلص الاونيه. يعني هو هيعمل الاونيه الفرعيه دي كده وهيروح جاي في نص الارض بالظبط، واخد التركيب اللي في النص عشان يروى على اليمين وعلى الشمال. بالظبط. تمام تمام تمام. طيب يعني هو كده بيجيب الفرعيه اللي زي دي كلها، وبعد كده في نص الارض هيروح واخد قناه رئيسيه بالظبط عشان تروي يمين وايه وشمال. طيب هنروح استاذنك، هتركب جرارك وهنشوف عمليه التسحيف اللي هي بعد عمليه الحرد. اتفضل يا حاج سعيد. اللي بتزرع على في الخط بقى بالنسبه للزراعه بتاع البصل، هنجي لك اثناء الزراعه نصور معاك ان شاء الله. بتزرع على ظهر الخط بقى، بتزرع على ظهر المساط الذهبي اللي احنا عاملينها اللي هي 8 خطوط في الاصابتين. كم واحده؟ بنزرع اربع زراعات. احنا زراعه اربع زراعات في المصطبه. المصطبه على 8 اهي. ايوه بتطولها اربع زراعات على المصطبه. ده كويس جدا، مدي مساحه حلوه للبصل عشان ايه برده يحجم معاك كويس. تمام. احنا ان شاء الله مع الحاج سعيد، انا هاخد تليفونه وهنشوف هيزرع امتى ونيجي نصور معاه ان شاء الله باذن الله موضوع زراعه البصل، ونتكلم بقى عن خدمه البصل كامله وايه المبيدات اللي هتستخدمها والمغذيات اللي انت هتستخدمها، وهيبقى في دعم فني مستمر مع الحاج سعيد ان شاء الله باذن الله. ده الجرار الثاني. دي ارض كانت محروته برده اربع مرات. وبعدين دي السحافه اهيت او الزحافه. هي من تحت حديد يا حاج سعيد؟ حديد. من تحت حديد. طبعا انتوا يا اولاد دارسين الحاجات ديت، يعني قمر حديد اهوت ومربوط بسلاسل في الجرار، وهي تقيله يعني. برضه حديد من ناحيه شويه اهي، شايفين سمكها قد ايه؟ اكتر احتيالي. وحديد من تحت لو شايفين، حديد اهوت
حديد من تحت اهيت. ماشي، ده حديد اهو من تحت ومتركب على الايه الخشب التقيل ده. تمام ماشي حاج سعيد، اتفضل هنصورك وانت شغال. ماشي اتفضل. طبعا مهم جدا عمليه التسحيب ديت عشان تكسر القلايل، وانت بتبقى سايب الارض 15 يوم للشمس فبتحمص القلايل، فالزحافه لما تمشي زي ما انتم شايفينها كده تقوم تكسر الايه القلايل. هو طبعا بيروح رايح جاي في الارض بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ارجو انكم تكونوا استمتعتوا معانا وعرفتوا بعض المعلومات البسيطه اللي هنكمل بيها ان شاء الله بعد كده في زراعات البصل. ان شاء الله باذن الله هنتابع معاكم جميع المحاصيل الشتويه على قناه بونيكا، بحيث ان احنا نحقق اكبر استفاده لاخواتنا المزارعين، ونقول لهم على اهم الارشادات في زراعات المحاصيل الشتويه، واهم التوصيات اللي من خلالها يحصل على اعلى محصول واعلى انتاجيه وباقل التكاليف. هنوجه اخواتنا المزارعين ل طبعا طرق الزراعه المناسبه، هنوجههم لطرق الخدمه المناسبه، وكمان هنوجههم للمبيدات والمغذيات اللي هي السليمه والصحيحه والموصى بها سواء من وزاره الزراعه او من الشركات اللي هي الشركات المعتمدة، الشركات البراند، الشركات اللي منتجاتها بتدي نتيجة فعالة، مش المنتجات اللي هي بترش وخلاص بدون اي نتيجة ليها، واخواتنا المزارعين يتكلفوا ويتكبدوا مصاريف هائلة ويجي في الاخر يجي يلاقي المحصول مش مصفي معاه. لا ان شاء الله معانا المحصول هيصفي معاك تصفية جيدة جدا جدا، وهتبقى انتاجية اعلى من كل سنة باذن الله باتباع التوصيات اللي احنا هنتكلم عليها. زي ما انتم شايفين دي عملية تسحيف اهيت بتتم على احسن وجه بالزحافة اللي احنا شفناها مع بعض، والحاج سعيد شغال اهو. شكرا يا حاج سعيد. حاج سعيد، حاج سعيد، شكرا يا حاج سعيد، شكرا شكرا، الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.